فقرتنا مميزة، يعني الإرادة ما بتوقف عندها شيء وبتتحدى بالإرادة كل الظروف، وقت بيكون الإنسان عنده شغف وإرادة بيقدر يتجاوز كل شيء وما يوقف عند أي شيء معين للوصول لنجاحه لهدفه. أكيد علي أسعد هذا البطل، بطل رياضي من بلدي من سوريا، أثبت قدرته على المنافسة عالميا ضمن رياضة ألعاب القوى، جعلها نقطة تحول حقيقية بحياته، كانت حافز مهم لتعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات ليسير في طريق المثابرة والتحدي رغم حالته الخاصة. يسعد صباحك علي، شرفنا اليوم بصباحنا غير، أهلا وسهلا فيك. أولا قال لي الشرف بتواجدي معكم هون بهالمنصة الجميلة جدا، ويسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية جميعا أنتم طاقم العمل، ويسعد صباح سوريتنا الحبيبة وكل شيء عم يسمعنا هلأ، ويسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، نورتنا. بطل سوري، مولدك 1998، حتى كمان بصغير بالعمر بس بإمكانياتك كتير كبيرة، حولت نقاط ضعفك لقوة كتير كبيرة وقدرت تنافس على ألقاب عالمية. وبالبداية أكيد بدي أقول لك ألف مبروك لحصولك على الميدالية البرونزية بدبي، احكي لنا عن هذا اليوم، احكي لنا كيف قدرت تحصل عليها واحكي لنا عن هذا اليوم. الله يبارك فيكم جميعا ويسعد لي اوقاتكم بكل خير. دائما نحن لما بنحول مثل ما ذكرتي حضرتك نقاط الضعف الموجوده عندنا، يعني انا ما بسميها مثل نقاط ضعف، ممكن نتلافى اي صعوبه بتكون بحياتنا، فلازم نتعب على نفسنا اكثر، نشتغل على حالنا اكثر لحتى نوصل لصوره جميله نقدر من خلالها نبين انه نحن قادرين على رسم طريقنا بطريق يعني بشكل كثير جذاب رائع، نقدر من خلاله نبين للمجتمع انه نحن مين. فكانت للمشاركة الأخيرة وقع كبير بحياتي أنا، كونها إجت هي المشاركة الأولى بعد التوقف وبعد اللي صار بسبب جائحة كورونا. ربي يخلص العالم من هالقصة هي اللي تعبتنا جميعا، وإن شاء الله هيك بتمر مرور الكرام. فهي البطولة الأولى بعد التوقف، نحن حضرنا لها بشكل جميل، كانت أهدافنا فيها أنه نتطور على السكور الدولي فنتحسب ترتيبي على الترتيب العالمي، والحمد لله كانت منافسة كتير قوية وكتير جميلة، قدرت من خلالها أحصل على ميدالية برونزية وحقق رقم دولي جديد، وبالإضافة أنه هو رقم عربي كمان، يتسجل الرقم العربي باسمي وتحسن على الترتيب العالمي. يعني علي انت مو بس قدرت، انت صرت بطل وتميزت، ويمكن كثير من الشباب بيقولوا ما شاء الله علي بلش قدر يتحدى كل شيء، وهو ما بالعكس كان عندك دافع اقوى، ويمكن انت تميزت وحققت البطوله وهذا يمكن حلم. نرجع لبداياتك مع العاب القوى والرياضات الخاصه وايضا انضمامك للمنتخب الوطني. هلا اول شيء كوني اول فخر كوني شاب من هذا الشباب السوري اللي عنده طاقات كبيره اللي بيسعى دائما ليرتقي باسم سوريا عاليا، فانا من كل شخص لازم يلاقي دائرته يلاقي مكانه اللي هو بيبدع فيه بيأثمر فيه. انا وجدت نفسي بالرياضه بمجال العاب القوى، هي موضوع تماشى مع طبيعتي انا الجسديه والعقليه، هذا الشيء بلشت فيه انا من انا وصغير، بحب الرياضه كثير كثير، يعني كانت هي بمثابه شغف كبير لإلي، على طول تابع على طول تابع والعب رياضه بسيطه، فيعني هي من اجل تطوير قدراتي الجسديه، فقلت ما لازم اوقف هون وبلشت اشتغل على حالي اكثر، وصلت انه شارك بعده بطولات على المستوى المحلي والجمهوري، قدرت احصل على عده مراكز باولى ضمن هي البطولات، هذا الشيء اللي خولني لمثل المنتخب الوطني وشارك ضمن البطولات الخارجية، وقدرت الحمد لله احقق عده نجاحات كبيره. اكيد حققت عده نجاحات كبيره ونحن كثير بنفتخر فيك علي، خلينا نحكي عن الرياضه، هي صارت من اولويات حياتك، هي اللي رسمت لك طريق السعاده والتجدد اكيد بالحياه. علي شو هي رسالتك؟ شو هو هدفك من الرياضه؟
هلا الرياضة فيني اعتبرها أنا هي المساحة الخاصة فيني، هي المساحة اللي أطلقت علي للعالمية، هي المساحة اللي عم تفرجي الناس مين هو علي، مين هو قدراته. هو شخص ما بيقل أي شأن عن أي شخص آخر، بالعكس هو بيتمتع بقدرات تفوق بجوز الأشخاص العاديين. إنه أهدافي من كوني عم بمارس الرياضة إني أوصل لأقصى مجال ممكن أوصل له على يعني على البطولات العالمية، إني أقدر أوصل لحلمي اللي هو الميدالية الأولمبية إن شاء الله، وبقدر أوصل رسالة للجميع إنه ما في شيء مستحيل مع الحياة. نحن دائما بس نتعب على نفسنا، بس نشتغل، بس نآمن بنفسنا، نآمن بقدراتنا، فعاد في يعني حتما رح نصل، رح نبدع. تماما علي، اكيد كمان دليل على اللي عم تحكي انه انت مو بس بالرياضه تفوقت، وايضا انت دارس دراسه اخرى، هي انت دارس علوم سياسيه، يعني انت اثبتت نفسك على الصعيد يعني التعليمي الجامعي، وايضا بالرياضه صرت بطل. انت دارس شيء ويمكن عندك شغف بشيء ثاني، بس انت وفقت هيك هون بين الاثنين، يعني ما قصرت بدراستك، أخذت شهادتك، وأيضا اتجهت للرياضة كشغف وكحب وكبطولة، بدك تحصل على لقب بطل يلي هو بيمثل سوريا، رفع اسم سوريا بالعالي، هو رسالة كثير كبيرة. لك الشرف في هذا الشيء. انا لما اللي حاولت اوفق بين دراستي ورياضتي، لان هن مجالين ضمن حياتي، يعني انا كثير بحبهم، هن عم يميزوا علي، هن عم يعطوا القدرات الاكبر لعلي. دراستي كانت بمثابه انه ثقل شخصيه، تطوير مهاراتي الفكريه الخاصه اللي انا بتمتع فيها، اللي بقدر من خلالها اكون انسان عندي وعي قوي، تفكير قوي. واخترت مجال العلوم السياسية أو كلية العلوم السياسية لأنه هو مجال كثير هيك يعني مثقل بالمعلومات، فيه زخم معلومات هائل، لازم الواحد يكون عنده إلمام بعدة مجالات أو بأحرى بغالبية المجالات، فهذا الشيء كان بيتناسب مع شخصيتي. وبالإضافة أني الحمد لله قدرت استفاد منه حتى بمجال الرياضة، وحتى استفدت بمجال الرياضة ضمن كليتي. فمن سفري الكثير، من سفري الخارجي كذا، قدرت أحصل على كثير معلومات ساعدتني ضمن مجالي اللي هو كلية العلوم السياسية. أكيد. خلينا نحكي علي، قديش أنت بتتدرب باليوم؟ هل قطعت التدريب فترة ولا أنت بشكل يومي بتتدرب؟ نحكي عن إرادتك، عن شغفك بهذا المجال، ونحكي عن المدرب، شو بيعني لك مدربك اليوم؟ قديش كنتوا مع بعض مرافقك بكل خطوة أنت خطيتها، بكل نجاح هو كان أول الموجودين، وحتى بدموع الفرح كان هو يعبر لنا عن دموع فرحك وقت اي فوز بتحصل عليه، يقول ما في عنا نحن، يعني دموع فرح علي هي انا ما بقدر اوصف لكم اياها قديش هي حلوه. خلينا نحكي عن المدرب كمان. المدرب فينا نقول انه هو اللي بيعطي الطعم واللذه للنجاح اللي نقدر نحن بنقدر نوصل له. لو ما في تناغم جميل بين اللاعب والمدرب ما بيوصلوا لهي الكميه من النجاح. حلو. او المدرب اللي معي انا بوجه له كل تحيه وصباح الخير هو الكابتن مصعب عيشي، اللي كمان قدر يعني يساعدني بمجال التدريب. هو اختار واخذ على عاتقه اصعب مجال تدريب اللي هو تدريب الاشخاص اللي عندهم كفف مثلي، فهذا الشيء كان كثير صعب. هو شخص كان كثير مميز، وكونه كان بطل سابق بهي اللعبه اللي انا بلعبها اللي هي العاب القوى، رمي الكره الحديديه والقرص، قدر ينقل لي احساسه كبطل، قدر ينقل لي الخبرات اللي عنده، عرف يطورني بمجال جميل جدا، وقدرنا انا وياه نوصل لنجاحات كثير كبيره بفتره كثير قليله، وان شاء الله نحن عم نحضر لنوصل لشيء اكبر واكبر باذن الله. حلو كثير علي، يمكن ما بتوقفوا عند شيء، ومثل ما طبعا يعني كانت رسالة واضحة ورسالة سامية، رسالة الرياضيين اللي تحدوا الحصار. نعم. وتحدوا الحرب مثل ما سمعنا الشعار، ورفعوا اسم سوريا عالي. قديش الهدف هو البلد، بلدنا. قديش نحن منفتخر انه نحن شباب سوريين ومن سوريا، ونحن تحدينا كل شيء لنرفع اسم بلدنا بالعالي.
هذا الشيء شرف كبير لنا، وهذا الشيء بيحملنا انه مسؤوليه لازم نحن دائما نشتغل بتعب بكد بقد ما فينا نبذل طاقات لحتى نطور مستوانا. لما بنطور مستوانا نحن قادرين انه ننافس بقوه بكل المحافل الدوليه، نثبت للعالم انه سوريا هي بالمسار الصحيح. سوريا اليوم هي دائما عم بتخرج ابطال، هي الشباب اللي عندهم حب الانتماء لها، قوه الشخصيه اللي بيتمتعوا فيها، حب لبلد، حب لتميز سوريا خارجيا، لحتى تكون دائما هي التاج على كل هذا العالم، لحتى يكون علمنا الغالي عم يرفرف في كل المحافل الدولية. أكيد وإن شاء الله حيرفرف بكل مكان بالعالم، لأنه عنا شباب سوري مثلك منفتخر فيهم. أكيد خلينا نحكي عن علي على دور عائلتك. شو هي دور عائلتك؟ كيف عززوا لك ثقتك بنفسك؟ كيف خلوك تتوجه للطريق الصح وينموا لك هوايتك؟ خلينا نحكي عن هذا الدور. هلا بنعتبر نحن بنعرف انه العائله هي الى الدور الاول بتلقي الفرد من المجتمع او تلقينه. اهلي انه عائلتي واهلي كانوا دائما مساندين لإلي، قالوا لي انه ما في شيء صعب مع الحياه، تعاملوا معي وكاني انا شخص طبيعي جدا، والحمد لله هذا الشيء قدرنا نكتسب فيه قناعه تامه. قالوا لي انت ما بتخف اي شان، اي اهميه، اي قدرات عن اقرانك البقيه، بالعكس انت لازم تاخذ هذا الموضوع اللي عندك بسمة التميز، بانه صفه خاصه فيك انت لازم تطورها ولازم تبدع فيها اكثر. بوجه لهم كل التحيه لانه قدروا يعلموني انه هاي الحياه ما أنا صعبه، انت بارادتك وبقوتك وبشخصيتك قادر تصنع المستحيلات. عن جد انت مميز، يعني مو انه بس هي كحكي او كتحفيز، لا انت عن جد مميز. ويمكن وجودك اليوم معنا ولا شافوك الكل عبر شاشة الأخبارية السورية، في رسالة لازم توصل، وأكيد لازم أنت تقولها. شو الرسالة بدك تقولها لكل يلي عنده هيك؟ ما رح نعتبرها مشكلة على فكرة، أنت معك معتنا نعتبرها مشكلة، يعني بعد ما شفتك معتها مشكلة، هي بالعكس هي دافع للتميز. شو بتقول لكل حدا مثلا عنده هيك شيء صغير بحياته بيعاني من موضوع معين؟ هلا اول شيء كونك اعطيتيني هي الصفه الجميله فهذا فخر كبير لي، لانه هون عم تعززي لي ثقتي بنفسي انه انا اليوم عم بقدر انقل الرساله اللي انا بدي اياها. مو مني، ما انا ما قلت لك شيء على فكره، انت لحالك يخلي يعني انت لحالك. يا رب بحب اوجه لهم لهذول الاشخاص اللي انا كثير بحبهم، اللي انا منهم، اللي انا كل الفخر اني واحد منهم، انه كل شخص ضمن داخلنا في يعني في قصة نجاح، في انه سمة خاصة فيك، في مجال خاص، في دائرة بتلمع فيها، لازم الواحد يبحث عنها، لازم ما يقعد مكتوف الأيدي، يتعب يجتهد على نفسه يلاقي وين ذاته ويطورها أكثر. وصدقوني الحياة كثير بسيطة وكثير حلوة، بس نحن لازم نلاقي نفسنا ونتعب على حالنا لحتى نسمع لأقرب درجات ممكنة. أكيد اليوم نحن قلنا الفخر إنك موجود معنا علي اليوم، وانت شخص كتير نحن بنشوف حالنا فيك، وعطيت ثقة كتير كبيرة لكتير اشخاص اليوم عم يتابعوك، ونحن اكيد منهم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وبطل سوري مثل ما قلت لك بنشوف حالنا فيك كتير، نتمنى لك كل التوفيق. كل الشكر لهاللفتة اللطيفة اللي انا كتير بحبها، وانتم بتعرفوا كاعلاميين فالاعلام هو المرآة اللي بتعكس الشيء اللي نحن بنقوم فيه. كل الفخر بهذا الاعلام القوي اللي عم نكون معه، ونحن اللي عم يقدر يسلط الضوء بهالجماليه هي. شكرا لكم. شكرا لك علي، هذا واجب علينا ايضا نقل الصوره الحقيقيه، صوره بلدنا الحقيقيه، مو الصور اللي دائما بيشوهوها بالخارج لاهداف طبعا دنيئه، ولكن نحن بنفتخر بابطالنا السوريين، وبدنا نقول لك نورت صباحنا لليوم، واحلى فقره هي فقرتك. خلي لي اياك يا رب، وانا كثير مبسوط بوجودي معكم. اهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا، واكيد سالي لهم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انطرونا بكره على الساعه 9 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء، ونهارك سعيد يا سمر. نهارك سعيد سمر. نتشكر مشاهدينا أيضا على متابعتهم لنا، اللي ما قدر يتابعنا هلأ بيقدر يتابعنا الساعة 1 بالليل. اليوم كان صباحنا مميز معكم، من هون لنلتقي، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء، باي.